رمي التماس عبد ربه للوسط بقشان الى جهة اليمين باربوس للامام قراوي يلعب كرة خطرة خطرة جول 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 اول هدف جميل هدف جميل وراء هدف جميل وراء لمحسن قراوي في الدقيقة 47 في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الثاني المضاف دقيقة 47 هدف أول لمنتخب اليمن ربما يفاجئ ربما يكون عكس مجريات الشوط تماما لكن استغل تلك الدفاع السوري ومحسن يضعها في الزاوية الصعبة على حارس المرمى لكن خلينا نشوف كرة أحمد السروري كرة جميلة كرة جميلة وراء بالمباشر بالمباشر على جهة اليسار واحد من الأهداف الجميلة أكيد أكيد هذا الهدف سيذكره كثيرا محسن قراوي مدافع المنتخب اليمني حسين منذر أيضا يتلقى بطاقة صفراء والنتيجة تبقى للبنان واحد لا شيء لليمن والصادق اللي يتقدم داخل منطقة جزاء المنتخب اللبناني المحاولة مستمرة ممكن الآن التعادل منتخب اليمن والتعادل جول للمنتخب اليمني توفيق يوفق هذا اللاعب توفيق عماد بإدراك هدف تعادل الدقيقة 43 اليمن السعيد اليمن السعيد الآن هو سعيد بهدف تعادل في مرمى المنتخب اللبناني عن طريق توفيق عماد توفيق عماد يسجل هدف تعادل للمنتخب اليمني في مرمى المنتخب اللبناني وثاني أهداف منتخب اليمن في هذه البطولة بعد هدف في مرمى المنتخب السوري والآن يسجل في مرمى المنتخب اللبناني لاحظ المرور وتوفيق يوفق بهذه المحاولة على مرمى لبنان ويدرك التعادل لمنتخب اليمن لمنتخب اليمن الله على الروحية الكبيرة الله على الروح على الإصرار من قبل لاعبي منتخب اليمن في هذه البطولة وفي هذه المباراة أمام ردة الفعل وفرحة المدرب النعال يوسع الفارق يسجل هدف ثاني لليمن ويقلب الطاولة على لبنان على لبنان ومحاولة عبد الواسع ثاني لليمن ثاني في مرمى لبنان ثاني عبد الواسع المطري يسجل ثاني أهداف المنتخب اليمني في مرمى لبنان من خلال الدقيقة 46 من خلال 3 دقائق المنتخب اليمني يقلب الطاولة على المنتخب اللبناني ويتقدم الآن على لبنان 2-1 آخر لقاء جمعها منتهى 2-1 لكن للمنتخب اللبناني هذه المرة غرب آسيا في أول لقاء يجمع الفريقين في هذه البطولة وعمر علي سلامات في لعب أرضية الملعب عمر عمد منتخب اليمني مفيد جمال ناحية اليسار محاولة منتخب اليمني الآن بهجمة كمل المشوار محاولة هترة على المرمى شايط الله جول لصالح المنتخب اليمني عبد الواسع المطري سجل أول الأهداف لصالح المنتخب اليمني في الدقيقة 89 جول منتخب اليمني نجح في المجهود الفردي في هذه المرة عبد الواسع راح نشوف لعادة نشوف المنتخب العراقي متابعته كانت ضعيفة نجم شوان وأكثر من لاعب صفادي شايف ما بين الثلاث الحقيقة برافو عبد الواسع المطري شوف الاستلام من جهة اليسار تقدم الأول والثاني خلفه والثالث والرابع الخامس كانت المواجهة اعتقد ان الكرة مرت الى مرمى المنتخب العراقي وفرحة شوف حتى ان المدرب يعني سعيد بهذا الهدف رغم ان يعني في نتكلم في اخر دقيقة عن طريق من يتواجد محمد سالم السرور انطلاقة سريعة من الناحية اليمنى عن طريق اللاعب أحمد
السرور لمحمد سالم. اللعبة العرضية للقائم الثاني، هذه خطيرة، عبد الواسع، الله الله، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، عاد اليماني، عاد اليمن السعيد مرة أخرى للسعادة بتصويبة عبد الواسع. عبد الواسع اليمني يسجل هدف أول للمنتخب اليمني. أي نعم، اليمن السعيد يعود للمباراة. شوف العرضية، شوف اللعبة، شوف الاستقبال، شوف التصويب، القنبلة القذيفة من أول الفرص، يحصل على واحدة من الثمرات المنتخب اليمني. هذا جول يماني، ولها أجمل وأحلى وأطيب الأماني من اللاعب عبد الواسع المطري، يسجل أول أهداف المنتخب اليمني. سفيان وصفوان، عفوا، عودة مرة أخرى لمصلحة المنتخب اليمني. ما فيها راية، ما فيها راية، ما فيها راية، هاي لجول ثاني، جول ثاني، جول ثاني، جول ثاني، جول ثاني، هدف ثاني لمصلحة المنتخب اليمني. يا سلام يا سلام يا سلام، محسن محمد كرر السيناريو، كرر التاريخ، عيد اكتب السنوات، دول للمجد. المنتخب اليمني يسجل ثاني اهدافه، يقلب الطاولة على سنغافورة وامام جمهور سنغافورة. شوف شوف محسن محمد يتقدم بثاني الاهداف، يهرب محسن محمد، يهرب من الرقابة، يضع جول يماني ثاني، يضع جول يماني ثاني، وها هي احلى واجمل واطيب الاماني لكل الشعب اليمني. اليمن السعيد تعود بسعادة مرة اخرى وتبحث على كتابة تاريخ جديد لطريق ولمونديال 22 في قطر ولممر كأس أمم آسيا في الصين ل23. مع زميلة عبد الواسع المطري، الأهداف للمنتخب اليمني كان ذلك في غرب آسيا أو حتى في تصفيات كأس العالم. اللعبة الكرة طويلة، محسن قراوي، جول يا كبير يا محسن، يا القناص يا المميز، من أين لك هذا، من أين لك هذا يا محسن قراوي، هدف كبير 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 لمحسن قراوي. واحدة لم أتخيل يوما ما أن يسجل لاعب من المنتخب اليمني كرة مثل هذه، وفي شباك من؟ في شباك عبد الله المعيوف. يا سلام يا، هذا يدخل بوشكش على طول، هذا يدخل بوشكش على طول، هدف أول لليماني، هدف أول لليماني. أسود سبع تزأر في استاد البحرين الوطني، على الطاير من مدير، على الطاير يا محسن قراوي، على الطاير يا محسن قراوي، جول أول للمنتخب اليمني. وتجمع اللاعبين الموجودين في الدوريات القريبة، وبالتالي على أثرة تلعب لك مباراة ودية ممكن، وقرب آسيا كانت خير استعداد بكل تأكيد المنتخب اليمني لهذا التصفيات. عبد الواسع المطري لاعب موهوب، لاعب مميز، أنت تتكلم على اللاعب اللي في الأربع مباريات الأخيرة اليمن سجل 3 أهداف. عبد الواسع المطري، هجوم، عمر الداحي يمر، خطيرة، يحطها، جول! اليوم اليمن غير، اليوم اليمن غير، مو آسيا تنادي، العالم ينادي. عالي رايتك يا اليماني، عالي رايتك يا اليماني، عمر الداحي، عمر الداحي، شوف الإعادة، عمر الداحي أمام عدان أو أمام السميري وأمام الشهراني ومرو، حاطها في الصعبة، حاطها في الصعبة، جول اليمن، جول اليمن، جول اليمن، غالي غالي وما نختلف فيه، وبالتالي عمر الداحي حط اليمن 2.